A current flows through a conductor as shown. ماشي كده. وده conductor. بيقول the resistivity of the conductor is rho. The resistance R is given by عايز ال R اللي هي rho في ال L على ال A. رموز كلها. فالرو زي ما هي سيبها رو. ال L اللي ماشي في التيار من هنا لغاية هنا اللي هو ال A. الاريا مساحة المقطع اللي هو ده او ده B في C. يا ريت امتحانك كلها كده. يبقى ليه؟